بدايتي لا كتاب وخواطر بدايتي. كتاب وخواطر رواية هنا نوفيلا اي نعت طيب نبدأ بدايتي أحسن يلا بدايتي هو أول أعمالك ربما أول أعمالي صح عارفين بسميرة آية سميرة آية شابة جزائرية من مواليد 2004 من ولاية البليدة كاتبة لكتاب نصوص وخواطر بعنوان بدايتي وكتاب هو عبارة عن نوفيلا بعنوان أيناس من حطام مازيلي وعندي قناة للبودكاست أيضا أخاطب بها شباب الجزائري جميل جدا الذي بين أيدي لهنا هو كتاب قلت إنه هو نصوص وخواطر في أي ربما موضوع هذه الخواطر ربما في اي هي كاين كثير من العناوين كما كعرف نصوص خواطر فيها بزاف عناوين كل صفحه تقريبا تتناول عنوان فيه مواضيع على النجاح مواضيع على العراقيل في الحياه مواضيع عن الشباب الجزائري اليوم وخصوصا عن المراه أوكي. يعني اغلبيه نصوص هذا موضوع يعني تتناولها بزاف جميل جدا راني نشوف لهنا تغيير عن نفسي كفي فقط واحد العنوان جاز عليا منذ قليل لما كنت نطالع فيه ادين باعتذار أدين لنفسي باعتذار شوف الحقيقة يعني مش كل النصوص اللي نكتبها راح تعبر عليا أنا لكن تقدر تعبر على ناس واحد أخرين الناس اللي طالعوا لي ولا اللي يقرأوا كتاباتي دايما يقولوا لي على بالك لقينا روحنا في السطر من الأسطر وانت تكتبي في حسين شغل حنايا اللي كتبناه وهذا هو الكاتب هذا هو يعني هذه هي شغل والله الكاتب لازم يوجه رسالة لازم لما القارئ يقرأ له يحس انه هذيك الجملة عليه كأنه هو كتبها ولا يحسها في حياته صح الله ماشي كامل باش نكتب عليا مي جينيرالمون نحسوها شباب الجزائري فاش يعيشوا جميل جدا نسقسيك سميرة فقط قولي لي الكتابات ديالك ولا الإصدارات ديالك عندك إلهام لناس كبار كتاب كبار لأيين كبار ربما نحسوا لما نقرأوا الكتب مدن سميرة آية نحسوا بلي كاين شوية من هذا الإنسان كاين شوية من هذا الكاتب كاين شوية صح طبعا كاين شوف الكاتب أصلا قبل ما يكون كاتب هو قارئ يعني لازم يقرأ باش يكون هو كاتب